صباح الخير، ازيكم؟ معاكم دكتورة أمنية عباس، مدرس واستشاري أمراض التخاطب بكلية الطب القصر العيني. حابة أقول لكم هنت صغير عن أهمية التدخل المبكر في حالات الأطفال اللي محتاجين رعاية خاصة أو أطفال ذوي الهمم السبيشال نيدز، وأهمية التدخل المبكر ده وقد إيه بيفرق في حياتهم بعد كده. في أطفال معينين بيكون لهم ظروف خاصة ساعة الحمل أو الولادة، فبيكونوا عرضة أكتر إن هم يتعرضوا لتأخر في اللغة أو تأخر في المهارات الإدراكية عندهم، وده بيشكل لهم وبيشكل اللي حواليهم مشاكل كبيرة جدا في التعامل مع المحاطين بيهم سواء من الأطفال أو الكبار. التدخل المبكر أهميته مش بس للطفل، لا كمان للأسرة المحيطة بيه، بيشيل عبء كبير عنهم، وكل ما بنتدخل بدري كل ما المشكلة دي حلها بيكون أسهل وأسرع وبيقلل المشاكل اللي بتحصل بعد كده في حياتهم. التدخل المبكر بيشمل جلسات التخاطب وجلسات تنمية المهارات، وبيشمل كمان جميع أطفال التوحد وفرط الحركة والداون سندروم، أطفال الشلل الدماغي، وإحنا في المركز بنقدم كل الخدمات الخاصة للتدخل المبكر من تشخيص وتأهيل وجلسات فردية ورعاية نهارية. واللي بيفرق في الرعاية النهارية عن الحضانات العادية، لأنهم في الغالب مش بيكون لهم تواجد في الحضانات العادية، ما بيكونش في حد يساعدهم بشكل كافي، فإحنا بنقدم في المركز عندنا الرعاية النهارية في برنامج بسمة. الرعاية النهارية بيكون فيها جلسات خاصة بتنمية المهارات والتخاطب، تحسين التواصل والمهارات الإدراكية عندهم والمهارات كمان الحركية. فلو انت عندك طفل عنده مشكلة في التخاطب او ذوي احتياجات خاصة، ياريت نتوجه بيه بدري لطبيب متخصص في امراض التخاطب علشان يتم تشخيصه وتقييمه وعمل اختبارات لازمة ليه، وبعدها نحدد هل هو الطفل ده هيكتفي بالارشادات العامة ولا محتاج تدخل خاص ورعاية نهارية وجلسات فردية. شكرا لكم.